مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الفساد المالي في العراق وأسباب تأخر تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد في السياسة المالية، معنا من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. مرحبا بكم دكتور معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لكم جميعا وإلى مشاهدي قناتكم. مرحبا بكم. ماذا يعني نظام حساب الخزينة الموحد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني، ولماذا يحتاج العراق إلى مثل هذا النظام اليوم؟ بشكل عام النظام يعني هو عبارة عن لوائح مالية تعتمدها الدولة، نعم، مشتركة لجميع دوائر الدولة المالية، وعلى رأس هذا النظام يقف البنك المركزي كما نعم. هو معمول به في كثير من دول العالم، ومنها النرويج بالدرجة الأولى الذي اعتمده قبل 20 سنة، وكذلك أوغندا قبل 15 سنة، وماليزيا ودول أخرى. إذن هذا النظام، نظام الخزينة الموحد، يؤدي إلى السيطرة على جميع التدفقات المالية التي تعتمد من قبل الدولة والتي تصرفها دوائر الدولة ومؤسساتها المالية المختلفة في مختلف الوزارات وفي مختلف الدوائر المالية والمؤسسات. ولكن هذا النظام كما قلت يحتاج إلى قوة إدارية ومؤسسات مالية يعتمد عليها بالدرجة الأولى، ومنها المصرف المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية ومؤسسات مالية أخرى. نعم تفضل. نعم، يعني ألا تعتبر خطوة متأخرة من الحكومات منذ عام 2003 ولغاية اليوم بأنها أهملت هذا النظام الموحد؟ وكيف أسهم هذا الإهمال بما وصلت إليه المؤسسات الحكومية من فساد وضياع لموارد الدولة بالمليارات؟ طبعا هناك مثل عربي قديم معناه أنه أن تعمل بشكل متأخر أفضل مما لا تعمل بالمرة. نعم، صحيح أنهم المفروض أن يعملوا به مثلا قبل 15-20 سنة كما عملت دول أخرى، نعم، ولكن مع ذلك يمكننا أن نعمل به. طبعا الفساد موجود، هذا النظام لو طبق تطبيقا سليما سوف يقضي على الفساد. لا أقرر، لو طبق تطبيقا سليما، عندنا فساد في جهاز الدولة مستشري، ولذلك نحن نحتاج إلى هذا النظام. نعم. طيب، يعني عمليا هل يمكن تطبيق هذه آلية هذا النظام في ظل الفساد الموجود في كل مفاصل ومؤسسات الدولة؟ هل ستسمح الأحزاب بأن تقوم على هذا النظام الموحد وتتم مراقبة الأموال، أم تكون تحت قيادة واحدة أو إدارة واحدة؟ طبعا سؤال رائع جدا وجميل جدا. ليش؟ لأنه كما قلت أنت، هذه الأحزاب السياسية التي تسيطر على إدارة الدولة يجب عليها أن تتخلى عن هذه السيطرة، وإلا فلا يمكن. نعم، نحن أمام مشكلة عويصة. لو أراد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء المحترم أن يقضي على الفساد، عليه أن يعتمد على هذا النظام، وهذا النظام طبعا يحتاج إلى أي وظيفة، إلى إدارة دولة كما هو معمول به في كثير من دول العالم. وحتى كما قلت قبل فترة، أنا كثير من الدول النامية التي هي الدول الأفريقية وكذلك دول جنوب شرق آسيا. نعم. نعم. طيب، ماذا عن نقاط الضعف في هذا النظام الجديد، ولا سيما مع تعهد أو تعدد جهات صنع القرار في العراق وتفتت الصلاحيات؟ هذا النظام من حيث أساس لا يوجد فيه نقاط ضعف، لكن المشكلة كما قلت هي في مشكلة إدارة الدولة. من هو الذي يدير الدولة؟ إذا أرادت وزارات الدولة وبالأساس يعني رئاسة الوزراء أن تحكم العراق بشكل جيد جدا، عليها أن تطبق هذا النظام، والفساد لا يمكن القضاء عليه إذا كان هناك فساد مستشري بين الدولة ولا يوجد هذا النظام. هذا النظام هو نحن نأتي به القضاء على الفساد. لماذا؟ لأن نحن سوف نكون نسيطر على جميع التدفقات المالية التي موجودة في جميع مفاصل الدولة ومؤسسات الدولة المالية. هناك كذلك عدة مفاصل وعدة مؤسسات مالية تقوم بصرف ما تستلمه من مؤسسة الدولة بشكل عام، لذلك تصبح لدينا بعض الفوائد، وهذه الفوائد كيف
نتمكن منها التعرف عليها ومعرفتها من خلال هذا النظام هو الموحد، نظام الخزينة الموحد، وكذلك هو ما يسمى بالنظام الإلكتروني الموحد الذي كذلك هو جوهره القضاء على الفساد. طيب هنا دكتور، من الذي يمكن أن يشرف على نظام الموحد هذا دون أن يكون في بعض التداخل أو التلاعب؟ هو البنك المركزي العراقي، ديوان الرقابة المالية بالدرجة الأولى، ووزارة المالية، هذه ثلاث مؤسسات مالية بالعراق هي التي يجب أن تشرف على هذا النظام. ولكن هذه المؤسسات هي ليست هذه المؤسسات ليست بعيدة عن الاتهام بمزاد العملة وغيرها من العمليات التي تحدث بتهريب الأموال والتلاعب بالأموال العراقية. أنا متفق معك، لكن علينا أن نقوم بتغيير هذه الأجهزة، بتغيير إدارة هذه الأجهزة، ولا فلا يمكن تطبيقهم. إذا سوف نغرق في الفساد وسوف نغرق في مشاكلنا الإدارية. أنا أقصد إدارة الموارد المالية بالعراق، أهم شيء بالنسبة لنا. نعم. طيب في الجانب الإداري أيضا تحدث السوداني عن إخضاع الموظفين الحكوميين إلى التقييم، هل ستشمل هذه الإجراءات الموظفين أو المدراء التابعين للأحزاب أو الموظفين الفضائيين الذين لطالما أقرت الحكومات المتعاقبة بوجودهم داخل كل الوزارات والمؤسسات الحكومية؟ هذه الإجراءات الحكومية يجب أن تقوم بها الحكومة وتتناول جميع هؤلاء الموظفين والإداريين الفاسدين، لأننا لا يمكننا تطبيق هذا النظام إذا كانوا هؤلاء الفاسدين، يعني بالدرجة الأولى القضاء على هؤلاء الفاسدين من خلال هذا النظام بتطبيقا سليما جيدا. نعم. من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.